تحية طيبة لكم جميعا، نلتقي في العمق الأسبوعي كما عودناكم. طبعا الحرب الروسية الأوكرانية ما تزال تلقي بثقلها على كثير من الدول بفعل تداعياتها وانعكاساتها، خصوصا في المجال الاقتصادي. الجزائر ليست بدعا من هذه الدول المتأثرة بما يجري في أوكرانيا. الحرب مستمرة لليوم 17، وكلما طال النزاع تعمقت معاناة المدنيين من لاجئين ونازحين، إذ بلغ من غادروا بلادهم لحد ساعة أكثر من 2.5 مليون توزعوا على الدول المجاورة وحتى إلى غربي أوروبا، ناهيك عن الخراب والدمار الذين طال العمق الأوكراني. يقولون مشاهدين مصائب قوم عند قوم فوائد. لعل هذا المثل ينطبق على دول بعيدة عن أجواء هذه الحرب لكنها فعلا متأثرة، ومنها الجزائر من حيث عملية التصدير والاستيراد، خصوصا المحروقات التي تشكل حوالي 90% من عائدات المالية، ثم الحبوب وعلى رأسها القمح حيث تعتبر الجزائر الخامسة عالميا في استيراده. في الجانب الحقوقي سنقف مشاهدينا عند اليوم 44 من إضراب السجناء، وأيضا عند أبعاد ودلالات ما يوصف بالتجاوزات والانتهاكات للحقوق المدنية والحريات الأساسية، وقد أشارت إلى هذا من جديد مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشلي. على صعيد الجبهة الاجتماعية لا حديث في الشارع الجزائري إلا عن التهاب أسعار المواد الأولية والغذائية مع بدء العد التنازلي لشهر رمضان الذي سنستقبله بداية من الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وسنشير أيضا إلى عودة السلطات من جديد لتنفيذ قرارات كانت قد جمدتها منذ عامين، خصوصا حول استيراد البطاطا وغبرة الحليب بملايين الدولارات، رغم الوعود الكثيرة التي تحدثت عن نهاية قريبة لهذه المستوردات. نبدأ مشاهدينا بتداعيات الحرب في أوكرانيا. اجتماع لوزراء خارجية تركيا، روسيا وأوكرانيا في أنطاليا، والأمل في التوصل إلى حل تفاوضي بين البلدين لوقف الحرب. وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو يؤكد أن هناك محاولات لعقد قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين والأوكراني زيلينسكي. محللون يرون صعوبة حسم الحرب بين الجارتين بعد مضي 17 يوماً جراء ما يوصف بفشل موسكو في تفوقها العسكري باجتياح كييف. في حين يؤكد آخرون إمكانية استمرار فتح ممرات إنسانية فقط، ومن الصعوبة بمكان رفع الحصار أو حل النزاع الدامي حالياً. روسيا تشدد على أنها لا تتراجع من أجل تحقيق أهدافها القصوى، وعلى أوكرانيا قبول شروطها على طاولة التفاوض لوقف الحرب. وفي الوقت الذي بدا للجميع أن روسيا تريد مزيدا من ربح الوقت، فإن الاتحاد الأوروبي يعول على التلويح بعقوبات قاسية لموسكو. من سلبيات الحرب فرار أكثر من 2.5 مليون مدني من بلادهم نحو الدول المجاورة على غرار بولندا وحتى إلى عمق أوروبا. تحية طيبة لكم مجددا مشاهدينا الكرام. معنا بداية شوقي بن زهرة، المدون والناشط السياسي، معنا من ليون الفرنسية عبر سكايب، ومن الجزائر الأستاذ عبد الله هبول، رجل القانون وعضو هيئة الدفاع المعتقل الحراك، المحامي والقاضي السابق، ومعه أبدأ النقاش. أستاذ عبد الله، بعد الترحيب بك، ماذا يمكن أن نعلق عما وصف بالكيل بمكيالين وازدواجية المعايير مع دخول هذه الحرب
الحرب الروسية الأوكرانية يومها 17، ورغم هذا اللقاء الذي تم في مدينة أنطاليا التركية، لكن هناك كثيرون استبعدوا حلا تفاوضيا دبلوماسيا لهذه الحرب، لأن روسيا تصر على فرض شروطها على أوكرانيا. مساء الخير عثمان، تحية لقناة المغربية المغربية. أولا يبدو أن الدب الروسي يغرق رويدا رويدا في المستنقع الأوكراني. فلاديمير بوتين لا تبدو أهدافه واضحة، هل أهدفه من وراء هذا الحرب إلى احتلال أوكرانيا، تغيير نظام أو تغيير فيها وتنصيب سلطة موالية له، أو فرض أو جعل هذه الدولة، ما هي في وضع روسيا أو حتى الحيز الزمني لتحقيق هذه الأهداف؟ والسؤال الذي يطرح نفسه، هل وضعت في الحسبان ردود الفعل لا سيما من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء في الحلف الأطلسي والغربية؟ أعتقد أن الرئيس بوتين أو روسيا لم تتوقع أن تكون هناك مقاومة من جانب أوكرانيا بهذه، طبعا بدون الدعم الغربي ولا سيما الأمريكي والأوروبي لا يمكن أن تصمد تركيا أوكرانيا كثيرا أمام روسيا، بالنظر إلى التفاوت الكبير في موازين في ميزان القوى من جانب العسكري وحتى من الجانب الاقتصادي. أعتقد أن الولايات المتحدة وحلفائها لن يسمحوا لروسيا أو لبوتين أن يحقق أهدافه ويفرض أمر واقع جديد، لأنه حينئذ لو يتمكن أو ينجح في هذا الأمر ستفتح شهية بوتين ويقوم بمغامرات أو أمور أخرى. لكن منطق القوة يفرض نفسه أستاذ عبد الله، منطق القوة يفرض نفسه، من يجول ويصول الآن في التراب الأوكراني هم الروس، ولذلك حتى الرئيس الأوكراني يقول لا حاجة لنا في هذا الناتو الذي عجز عن صد هذا الهجوم عن مدننا عن قرانا عن بلداتنا وهجر أكثر من 2,000,000 من مواطني أوكرانيا. يا سي عثمان، اولا اوكرانيا ليست دوله عضوا في الحلف الاطلسي، لكن استنجدت به، ولكن لا اعتقد شخصيا ان الولايات المتحده وحلفائها الاخرين سوف يغامرون بالتدخل المواجهه العسكريه المباشره مع روسيا من اجل اوكرانيا. يبدو ان مصلحتهم أو الحسابات الاستراتيجية الأمريكية طويلة المدى ستدفع روسيا للتورط كثيرا في أوكرانيا، لأنه الواضح أن الجيش الروسي لحد الآن فشل في احتلال أوكرانيا بعد 17 يوم، بمعنى أن العملية العسكرية أو الغزو العسكري لا يمكن تصنيفه ضمن الحرب الخاطفة. الحديث الرئيس الأوكراني أعتقد أنه كلام يمكن أن يصنف في خانة الدبلوماسية أو الضغط، لأنه يعلم جيدا أن الدعم الغربي بالنسبة لأوكرانيا قوي ومتوفر، والدليل على ذلك العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا، وهذه العقوبات أو الأمور الاقتصادية سوف تكون لها في المستقبل على المدى القريب والمتوسط تأثيرات شديدة على روسيا على الجانب الاقتصادي وحتى تأثيرات على نظامها السياسي. سنأتي إلى التداعيات الأخرى على المجال الاقتصادي أستاذ عبد الله، خليك معنا. شوقي، ماذا تضيف لهذا الجانب مع دخول الحرب اليوم 17، حرب دامية فعلا، خراب ودمار يطالان كثير من القرى والمدن ونزوح ولجوء ملايين من البشر، الآن تقريبا 2,500,000، بالإضافة إلى ذلك هناك استبعاد لهذا الحل الدبلوماسي السلمي التي تسعى تركيا من أجله لوقف هذه الحرب، لكن كما تعرف أن بوتين لا يريد إيقاف هذه الحرب إلا بتلبية شروطه. السلام الله عليكم، تحية لك عثمان لضيوفك ولكل مشاهدي قناة المغربية. شكرا. لما تستبعد
تحفز لما تحاصر بلد وقوة عظمى مثل روسيا كما فعل الناتو منذ سنوات. بطبيعة الحال هذا لا يمكن أن ينتهي إلا بما نشهده اليوم في أثناء العملية الروسية يعني في أوكرانيا، التي بالقياس مع هذا الحصار، بالقياس مع استفزازات الناتو وسياسته اللي كانت سياسة غريبة خصوصا في السنوات الأخيرة، وباعتراف حتى القادة الغربيين اللي منهم إيمانويل ماكرون اللي منذ أشهر قليلة كان يقول بأن هذا الناتو في حالة موت إكلينيكية يعني موت سيريبرال. فكل هذه المعطيات تجعل بأنه بطبيعة الحال بعيدا عن البروباغندا الغربية التي تصور على أن هذه العملية فقط هي عدوان من غازي ضد معتدى عليه، الأمور أكثر تعقيدا. لابد أيضا أن يكون المشاهدين في الصورة بأنه منذ 2014 النظام الأوكراني وحكومة كييف تقصف في شعبها، تقصف في ناس عندهم الجنسية الأوكرانية في منطقة الدونباس. تعرف بأن هناك أكثر من 14,000 ضحية في منطقة الدونباس منذ سنة 2014، بالإضافة أيضا إلى أنه من لم يحترم اتفاقيات مينسك اللي كانت في 11 نقطة كان يعني النظام الأوكراني نفسه الذي واصل في استفزازاته ضمنا أيضا بأن الغرب وبأن حلف الناتو سيقوم بنجدتهم. والواقع أنه لما بدأت العملية العسكرية اتضح لهم بأنهم كل حساباتهم كانت خاطئة. فكل هذه المعطيات بطبيعة الحال أقول لابد من الحذر أيضا من البروباغندا من الجانبين، لأنك لما تكون في, في, في عملية مثل هذه طبيعة الحال ستكون بروباغندا من الجانبين، ولكن أيضا اليوم بالخصوص البروباغندا من الجانب الأوكراني، يعني عدد الجنود الروس القتلى، مثلا استهداف مناطق معينة، في الكثير من البروباغندا في الكثير من الأكاذيب. وحتى في الغرب يعني أنا أتكلم لك مثلا هنا يعني على فرنسا صرت أسمع رواية واحدة يعني وكأنه كاين فقط منطق، وفي حين أنه الإعلام الغربي كان يقال بأنه إعلام مفتوح. مثلا الكلام الذي أقوله الآن وربما إعطاء على قناة المغربية وإعطاء ربما رؤية متزنة ورؤية من الجانبين، هذا لا يمكن أن تقوم به في قنوات غربية اليوم، إلى درجة أنه هناك حتى مثلا صحفية فرنسية تكلم عليها مدفيديف وزير يعني أنها تعرضت إلى مقص الرقابة، وهذا في بلد غربي في فرنسا. نعم. فاليوم هناك بروباغندا كبيرة في هذا الجانب، لكن ما يجب قوله في هذه القضية، في قضية هذه العملية الروسية في أوكرانيا، بأنه هناك استفزازات منذ سنوات، لأنه هذا أصلا حلف الناتو وهذه قضية مستهلكة لن أطيل فيها، لم يعد داعي لوجوده منذ سقوط الاتحاد السوفيتي ومنذ سقوط حلف وارسو. يعني أنه اليوم لماذا بقي هذا حلف الناتو موجود، ولماذا بقي يتوسع ويتمدد على حدود روسيا، وربما يقودنا إلى ما لا يحمد عقباه الأمور. تعرف يعني في نعم. العالم وفي العلاقة الدولية يعني كيف تتسارع، وكيف أن الأمور ربما تصل إلى حرب عالمية ثالثة في رمشة عين. يعني نعم، نلقي نظرة الآن مشاهدينا على اللاجئين والنازحين الذين غادروا بلدهم نحو دول مجاورة ونحو حتى العمق الأوروبي، أقصد بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا وغير ذلك. الحرب الروسية الأوكرانية هو أزمة النازحين واللاجئين. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن ما يربو على 1.7 مليون مدني فروا من أوكرانيا جراء الغزو الروسي لبلادهم. أما الاتحاد الأوروبي فذكر أن ما يصل إلى 4 ملايين شخص قد يحاولون مغادرة التراب الأوكراني قريبا إذا استمرت الحرب، وأضاف أنه سيرحب باللاجئين بأذرع مفتوحة. ما هي الدول التي يفر إليها الأوكرانيون؟ يعبر اللاجئون إلى دول مجاورة في اتجاه الغرب مثل بولندا، رومانيا، سلوفاكيا، المجر ومولدوفا، بينما التحقت أعداد أقل بكثير إلى روسيا وبيلاروسيا. إلى أين يتوجه اللاجئون الأوكرانيون؟ حسب إحصاءات الأمم المتحدة فإن عدد اللاجئين بلغ حتى الآن، بولندا استقبلت 1,027,603 من اللاجئين، المجر 180,163 لاجئاً، مولدوفا 82,762 لاجئاً،
سلوفاكيا 128,169 لاجئا، رومانيا 78,977 لاجئا، روسيا 53,300 لاجئ، بيلاروسيا 406 لاجئين. وتذكر الأمم المتحدة أيضا أن ما يزيد على 183,000 شخص غادروا من هذه الدول المجاورة إلى دول أخرى في أوروبا. شيخ عبد الله، نأتي الآن إلى منطق العقوبات، وهو سلاح تريد الدول الأوروبية، الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، تفعيله لصد هذا الهجوم الروسي أو لجعل النظام الروسي عند حده حتى يخرج من أوكرانيا ويفهم ماذا يريده الغرب. ولكن كما ترى أنه حتى في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيره سهلوا العملية للغرب وسمحوا حتى بسب الروس أو الكتابة بشكل سلبي عن الروس، في حين سمحوا بالنسبة للحديث عن الأوكران مثل ما يريدون، العكس تماما بالنسبة للروس. هذا ما أثار مسألة مهمة في القانون، يقول لك هذا كين بمكيالين، ازدواجية في المعايير، عقاب رجال مال دون رجال مال آخرين، ويعطونا أمثلة عدة عما جرى في سوريا، في ليبيا، في العراق، في اليمن، نهاية بأفغانستان. يا عثمان، هذا لا أعتقد أن المقارنة تكون بهذه السهولة بين ما حدث في سوريا أو في مناطق أخرى وما يجري الآن في أوكرانيا. أوكرانيا هي جزء من أوروبا، والحرب الدائرة بينها وبين روسيا وكالتقحم الدول الأخرى هي حرب مسيحية مسيحية. هنا الخلاف الكبير، باش نقولها بالتعبير الدارج، زيتنا في دقيقنا. والدليل على ذلك أنه السهولة واليسر الذي تمت بها عملية النزوح وظروف الاستقبال الجيدة وكذا الإمكانيات التي توفرها الدول الأوروبية لهؤلاء النازحين وهؤلاء اللاجئين، مقارنة بما حدث في الأزمة الروسية، في الأزمة السورية، وما حدث في مشكلة في الأزمة الحرب العراقية. أيضا الدول أو وجود الازدواجية في المعايير بالمكيالين في مجال الصراع الدولي والعلاقات الدولية، الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين طبعا هم الذين يسيطرون على وسائل التواصل الاجتماعي وهذه التكنولوجيا وهي ملك لهم، هم بالنسبة لهم يستعملوها كأحد أدوات الصراع. وبالنسبة للعقوبات الاقتصادية أو الجانب الاقتصادي، كما هو معروف أنه أحد أدوات أيضا أو التي تستخدم في الأزمات أو الصراعات العسكرية هي الحصار أو المقاطعة الاقتصادية. الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لم يستطيعوا التدخل المباشر بإرسال الجيوش أو الفيارق وحتى البحرية، ولكن بالمقابل هذا الضغط أو الضغط الاقتصادي سواء على سوريا، على روسيا كدولة، وحتى على رجال الأعمال وحتى الشركات، هذا يدخل أو يندرج ضمن منطق الحرب وضمن صراع الإرادات بين الأطراف المتنازعة. نعم، خليك معنا أستاذ عبد الله، سنعود إلى طرح مواضيع أخرى ومحاور أخرى. انضم إلى النقاش أستاذ كمال جمازي، القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ. أستاذ كمال، بعد الترحيب بك، ماذا يمكن أن نقول بالنسبة للموقف الجزائري؟ هل تراه واضحا أم غامضا؟ هل هو يصطف مع الروس أم مع الأوكرانيين أم مع الأوروبيين، مع الغرب بصفة عامة؟ كيف تراه، خاصة وأن هذه الحرب لديها تأثيرات كبيرة بخصوص المجال الاقتصادي؟ وربما تابعت البارحة ماذا جرى، حتى أنه السفارة الأوكرانية في الجزائر العاصمة احتجت بعد هذا القرصنة اللي تمت لوزارة العدل بعد أن تمت تلك الكتابة التي نوعا ما نالت من الأوكرانيين أكثر. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أحييك أولا أستاذ عثمان، تحية لجميع مشاهدي قناة المغاربية الكرام، تحية لضيفين الكريمين. شكرا. طبعا يعني بالنسبة لهذا الموضوع، لا يمكن لأي دولة أن تكون بعيدة عن هذا الحدث، لأنه هناك من سماه يعني الحرب العالمية الثالثة،
لأنه يمس كل الدول على الأقل يعني في الجانب الاقتصادي، في الجانب المالي، في الجانب الغذائي. نحن من بالنسبة لنا يعني بالنسبة للجزائر يعني كنظام هو حليف لروسيا يعني منذ الاستقلال، ولا زال إلى اليوم يعني أو بالأحرى روسيا حليفة للجزائر ومورد للسلاح ولكثير من الجانب الغذائي والاقتصادي. لكن السؤال الذي لابد أن نطرحه هو يعني ليس بالنسبة للجزائر فقط والموقف الجزائري، وإنما نحن كعرب وكمسلمين يعني نحن لما نتكلم عن روسيا لازالت الآثار بالأمس يعني في ليبيا، دعمها لحفتر، دعمها للجيش الذي كان يريد أن يدخل طرابلس، لازالت الآثار الروسية في سوريا، البراميل المتفجرة وتدمير حلب وتدمير حماة وتدمير كثير من يعني حرمت الشعب السوري من المسك يعني بزمام الحرية نتاعه ويعني نيل حريته وتسيير بلده بكل حرية. لازالت الآثار الكثيرة يعني حتى في بالنسبة لمالي والفاغنر وبالنسبة لكثير من الدول الإفريقية الذي بدأ فيها التمدد الروسي، سواء في الدول الساحل أو جنوب الساحل أو حتى في شرق إفريقيا. لا ينسينا هذا الجانب الآخر يعني الجانب الغربي يعني، وكذلك قضية الشيشان وقضية أبخازيا وأوسيتيا، ويعني هذا ربما ما أغرى بوتين يعني التمدد وبال يعني أحلامه صارت يعني واسعة. قلت لا ننسى كذلك الغرب الذي له كذلك يعني مع سواء الحلف الأطلسي، نحن في الجزائر لنا تاريخ مع الحلف الأطلسي لا يمكن أن ينسى. طيب نأتي الآن إلى الجزائر، ما هي قراءتك لامتناع الجزائر عن التصويت ضمن 35 دولة؟ نعم، نحن رأينا القائمة يعني كيفاش من هي الدول التي صوتت، يعني هناك 6 دول تقريبا صوتت مع روسيا ومنها روسيا، وهناك دول امتنعت. نحن نعتقد أنه هذا يعني في الحق كما أثير مؤخرا في هذا الأسبوع قضية عدم الانحياز يعني لا للشرق ولا للغرب، ولكن كان ممكن يكون الموقف أوضح من هذا، ولأنه نحن في الغالب نكون مع الشعوب يعني نحن ضد الحروب، لأنه نرى هذه المآسي التي يعني يقوم بها السياسيون، ولكن في الأخير تدفع ثمنها الشعوب وتدفع آثارها هذا التدمير وهذا التهجير وهذا. ونحن في الجزائر عانينا من وقت الاستعمار من هذا الدمار ومن هذا التدمير، كان يمكن الموقف أوضح، ولكن كان يعني هذا الموقف لا يغضب روسيا لأنها كما قلت حليف يعني ومورد للسلاح، والجزائر تعتمد على روسيا في كثير من المواقف وفي كثير من الجوانب الاقتصادية والسياسية. خليك معنا أستاذ كمال، نتابع مشاهدين هذا التقرير ثم نعود للنقاش. ارتفعت حصة الجزائر من إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك إلى 982 ألف برميل يوميا خلال شهر فبراير الماضي بزيادة 10,000 برميل يوميا. أسعار النفط الخام تجاوزت 130 دولارا للبرميل الواحد منذ 7 مارس الحالي، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 2008. الارتفاع يأتي مدفوعا بمخاوف فرض الغرب عقوبات على مبيعات نفط روسيا، إلى جانب تأخر الوصول إلى حل نهائي بشأن الاتفاق النووي الإيراني. الاقتصاد الجزائري يعاني من تبعة مفرطة لعائدات المحروقات بنسبة تقارب 90% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
الجزائر سجلت العام الماضي إيرادات من قطاع المحروقات بلغت 35 مليار دولار حسب بيانات شركة سوناتراك، مقابل 5 مليارات فقط من صادرات غير نفطية. الجزائر رابع أكبر بلد في العالم من حيث إنتاج الغاز، وهو ما يعادل 3.37%، بينما تنتج روسيا أكثر من 16% من الإنتاج العالمي. الجزائر تصدر أكثر من 42 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي والغاز المسال سنوياً. الجزائر بلد مصدر للغاز، تزود إيطاليا وإسبانيا بهذه المادة عبر خطي أنابيب، وجرى غلق أنبوب ثالث يصل إلى جنوب شبه جزيرة إيبيريا مروراً بالمغرب. الجزائر الخامسة عالمياً في مصاف الدول المستوردة للقمح بعد مصر والصين وإندونيسيا وتركيا، بحجم استيراد بلغ سنوياً 7,700,000. الفاتورة باهظة الثمن، فخلال عام 2021 بلغت 1,035,000,000، أي بنسبة 3% من الاستيراد العالمي. الجزائر تستهلك ما بين 9 إلى 12 مليون طن سنويا من القمح بنوعيه اللين والصلب، غالبيته مستوردة من الخارج خصوصا فرنسا وكندا وبولندا. مساحة الأراضي الزراعية المخصصة للحبوب في الجزائر أكثر من 3,300,000 هكتار حسب بيانات وزارة الفلاحة، منها نحو 450,000 فقط مروية. إنتاج الجزائر من القمح الصلب واللين بلغ 1,300,000 طن فقط خلال موسم الحصاد الماضي، وهو الأضعف منذ عقود. أما الشعير فقد بلغ 135,000 قنطار فقط حسب بيانات رسمية لوزارة الفلاحة. في 16 جانفي 2022 أعلن مجلس الوزراء الجزائري رفع أسعار شراء الحبوب من المزارعين بهدف تحفيز الإنتاج كما ونوعا. وحسب البيان سيرتفع سعر شراء القنطار من القمح الصلب من 4500 دينار إلى 6000 دينار. وبذلك تكون الجزائر ثاني أكبر مستهلك للقمح في إفريقيا وخامس أكبر مستورد للحبوب، وتمتلك 6 أشهر من الاحتياطات في الحبوب بعد استيرادها نهاية السنة الماضية 800,000 طن من القمح الروسي. شوقي، أعود لك من جديد بخصوص التداعيات الآن، التداعيات الاقتصادية. الجزائر ليست بدعا من الدول التي تأثرت كثيرا، هي واحدة من هذه الدول. يقولون مصائب قوم عند قوم فوائد. النفط الآن الأرقام قياسية، الأسعار باهظة جدا، وبالتالي هذا يفيد الجزائر، لكن الإشكال في القمح. إذا الجزائر تعد من خامس دولة استيرادا للقمح من كندا ومن روسيا وأحيانا من فرنسا. والله سي عثمان، هذه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كان من ممكن أنها تكون يعني مفاجأة صارة بالنسبة للجزائر، نقولها يعني بصراحة، لو كنا حقيقة بلد له اقتصاد وبلد له زراعة يعني وله فلاحة يعني بمستوى معين. اليوم ارتفاع أسعار بطبيعة القمح في الأسواق الدولية، وليس هذا فقط، ارتفاع أسعار كل المواد الغذائية بحكم أنه سعر النقل راح يرتفع، خصوصا بما أننا نستورد موادنا الغذائية من بلدان غربية. يعني الاستفادة ستكون محدودة ومحدودة جدا في هذا الجانب. لما تكون بلد، هذا هو الإشكال، يعني لما تكون بلد مستورد لكل شيء، لما تكون بلد ليس لك مقدر، يعني لا تستعمل مقدراتك، لأن لا 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 يعني الجزائر حتى في وقت الاستعمار الفرنسي يعني كانت هي أول مصدر يعني للقمح، كانت هي من يأكل الفرنسيون، كانوا يأكلون من خيرات الأراضي الجزائرية، ولكن بعد الاستقلال
المسلوب، يعني نرى اليوم بأنه الوضع كارثي تماما، فهذا ما سيمنعنا من استغلال يعني هذا هذه الخطوة. بمعنى يوم ما أنت ذكرتنا في مسألة تاريخية أن الجزائر كانت مطمورة القمح، هكذا يسميها خاصة سكان الشرق الجزائري، بمعنى هي تلك الحفرة التي تخزن فيها الحبوب وعلى رأسها القمح الذي كانت تصدره فرنسا من الجزائر إلى دول أوروبا عامة وليس لها فقط. أنا نعم، وهذه هي المفارقة يعني العجيبة، أنه اليوم الجزائر لما يحكمها من المفروض هم جزائريون، يعني اليوم منهم في السلطة، يعني تكون في هذا الوضع الكارثي، والوضع مستمر منذ 1962. وليس هذا فقط يا سيدي، فلنقل فلنترك الماضي جانبا. الآن أنت عندك وضع ارتفاع أسعار البترول، كان من المفروض يعني مباشرة يتم استغلال هذا، يقولون ما هي ما هو المشروع، يعني كيف يعني مثلا سنزيد من إنتاج القمح في الجزائر حتى نحقق نوع من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال. لا شيء، غدا راح يكون اجتماع لمجلس الوزراء سيتكلمون فيه على قضية استيراد القمح واستيراد الحبوب وغيرها. بالإضافة إلى هذا، حتى لما نرى يعني بتشوف يعني أنه ليس هناك استشراف في الجزائر وليس هناك أي رؤية من هذا النظام العسكري. تأخذ مثلا قضية الأنبوب، أنبوب هذا المغرب العربي اللي يربط الجزائر مع إسبانيا، يعني أنبوب الغاز هذا عبر المغرب، لو لم يتم غلقه لكنا مثلا نستثمر في ارتفاع أسعار الغاز، لأنه حتى يكون المشاهد في الصورة اليوم الجزائر لا تستفيد من أي شيء في ارتفاع أسعار الغاز، لأنه عندنا عقود آجلة مع إيطاليا مع إسبانيا. نعم. يعني هناك سعر متفق عليه منذ سنوات، وهذا السعر لن يتغير حتى انتهاء هذه العقود التي تستمر إلى غاية 2015-2020، يعني هي عقود طويلة المدى. فلو كان هذا اليوم كان عندنا يعني الأنبوب تعمد غاز بالإضافة إلى أنبوب المغرب العربي، لكنا اليوم نستفيد، وكان من الممكن أننا نزيد في حجم الصادرات من الغاز نحو أوروبا بأسعار، يعني اليوم صارت أسعار الغاز يعني يمكن وصفها بالخيالية، وكنا نستفيد من ملايير الدولارات. اليوم لن نأخذ أي سنتيم، لأن النظام السياسي دخل في عدوان دبلوماسي مع بلد جار وقال لك بأنه حتى في الجانب الاقتصادي، حتى في قضية هذا الأنبوب هذا لن نحتاجه. العكس، كانوا يرويزون يقول لك باللي المغرب هو من سيتضرر وغير ذلك، ولكن الحقيقة أنه اليوم نحن من نحرم من ملايير الدولارات التي كنا أن نستفيد منها في هذا الجانب. أكيد شوخي، ربما زلت لسان، فقط كنت تقصد أنه بداية من سنة 2015 بدأت هذه الأزمة. الآن مشاهدينا الكرام، لاستنطاق هذه الأرقام التي وردت في التقرير حول الغاز، حول الحبوب، حول النفط، نرحب بالدكتور أحمد طرطار الأستاذ والخبير في الاقتصاد معنا من تبسة، وهو بالمناسبة أستاذ جامعي يدرس بجامعة تبسة. دكتور أحمد، ماذا يمكن أن نقول عن هذه النسبة المرتفعة خصوصا حول القمح؟ الجزائر هي الدولة الخامسة عالميا في استيراد القمح بعد مصر والصين وأندونيسيا وتركيا، بحجم استيراد سنوي بلغ 7,700,000 طن. وأنت تعرف أن الحرب زادت السعر باهظا جدا هذه الأيام الأخيرة. شكرا استاذ عثمان، مرحبا بك، مرحبا بمساعدين مشاهديك الاكارم، مرحبا بضيوفك. هو في الحقيقه هذه الاشكاليه قائمه يعني منذ زمن، اشكاليه القمح في الجزائر قائمه منذ زمن، وهذا الاشكال هو مرده ربما تاريخي اكثر منه شيء اخر. لماذا؟ لانه لما كانت الجزائر واقفه على قدميها قبل مجيء الاستعمار الغاشم، كان هناك يعني تصدير القمح للخارج، وكانت نقدر نقول كل الأراضي الجزائرية مستثمرة استثمار إيجابي من قبل الأهالي. لما جاء المستعمر ودمر البنية التحتية وقتل الأهالي ودمر المداشر وفعل فعلته، لما استلمنا للأسف الشديد الاستقلال طبعا بعد تضعيات جسام، بعض يعني شهداء 10 مليون شهيد أو أكثر، للأسف الشديد السياسات التي تم انتهاجها مع مطلع الاستقلال ربما حتى إلى يوم الناس هذا لم تكن رشيدة، لم تكن مركزة تركيزا إيجابيا على المجال الفلاحي، بل بالعكس
تم الاتيان بالنموذج الاشتراكي وتم التسيير الذاتي وما الى ذلك. نعم، اولا تم استرجاع الاراضي اللي كان سيطر عليها المعمرون وادخلت باسم انه المجاهدين اللي تم تسريحهم تم اعطائهم هذه التعاونيات في شكل ما يسمى بالتعاونيات المسيره ذاتيا في 63، ولكن للاسف الشديد يعني ما كانش هناك يعني نقدر نقول دراسه متانيه واهداف واضحه معالم. المبيد كانت بمثابه انك جيب المجاهد المسكين اللي اصبح عاجز على استمرار في الانتقال الى الجيش الوطني الشعبي، اركنه في هذه وخليه لا خبره لا تكوين لا تعطير مثلا هندسي معين لا كذا، وهذا ما خلى رغم انها كانت تدر الخيرات على المعمرين. لكن طيب يا دكتور احمد الصحافه تتحدث اليوم عن بقاء الكميه من القمح الموجوده في الجزائر تكفي فقط لستة اشهر، والصحافه كتبت ايضا ان الجزائر عادت من جديد الى فرنسا من اجل استيراد القمح من فرنسا بعد ان قطعت هذه الجهه، الجهه الفرنسيه كانت تستورد فقط من 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 الصين من روسيا من اوكرانيا، وها هي تعود من جديد لفرنسا حسب ما نشر اليوم في الصحافه الجزائريه. الصحافه الجزائريه للاسف الشديد انه قلت انه السياسات اللي تم اتباعها استاذ عثمان لم تكن رشيده، لم تكن مركزه على استغلال الاراضي بالطريقه التي كانت يجب ان يكون. ثم جت فكره الثوره الزراعيه، ف كما يقول احد الوزراء السابقين في عهد شاذلي اللي يقول انه خرجنا المواطن من الريف ودخلناه المدينه من خلال القرى النموذجيه وغيرها، وبالتالي اصبح ابنه لا يعي شيئا في الفلاحه، وهذا ما خلى الفلاحه تترنح وتتاخر بهذه الصوره، ونصبح الان في اشكاليه استيراد يعني قوتنا. في لحظه من اللحظات كنا نستورد قوتنا بحدود 60% من المستوردات للاسف الشديد، يعني انه القوت نتاع الجزائريين كان يعتمد على الخارج اكثر من اعتماده على الداخل. معليش مع ربما في العشريتين الاخيرتين لما تم يعني بعث الاستثمار السلاحي خاصه في مناطق الجنوب، وهو يعني نقدر نقول استثمار واعد للاسف الشديد، لم يتم يعني مرافقه المرافقه الايجابيه ولم يعطى له الدفع الايجابي بما يمكن انه يوصل الى يضاهي صحراء كاليفورنيا ولا الصحاري الاخرى اللي موجوده فيها ولا حتى هذه اوكرانيا وغيرها، لكن لا محاله بدتنا يعني نوع من الحراك الايجابي فيما يتعلق بالجانب الفلاحي، وربما هذا اللي اعطى مردود يعني نسبي خاصه في مناطق معينه مثل الواد مثل الغردايه مثل المنيعه مثل غيرها مثل اضرار ايضا. طيب يعني ناتي الان الى الغاز يا دكتور احمد، ماذا يمكن ان نقول عن الغاز؟ لان هناك من يقول انه الجزائر لا يمكنها ان تسد هذا الفراغ في حاله ما اذا سحب الاستيراد استيراد الغاز لاوروبا طبعا من روسيا. والله هذا السؤال يعني يطرح كثير انه يتم تداوله بشكل يعني مكثف للاسف الشديد. انا استاذ عثمان لازم يكون انسان منطقيين. ايوه احنا الميد غاز تقريبا الان يورد لاسبانيا تقريبا 9 مليار يصل حتى 10 مليار معليش، وكطاقه قصوى يصل الى 12 مليار. هذا 12 مليار يعني ربما يتم تسخير حتى البواخر لتوصيل الغاز. ثم قال له الاحتياطي موجود صح، لكن هل الجزائر لها اللي يعني نقدر نقول التجهيزات الكافية لا التجهيزات استاذ القدرة الكافية على يعني استخراج هذا الاحتياطي من الغاز وتدفق صوب اوروبا اللي في ظرف وجيز اللي هي ظرف الحرب؟ هذا امر صعب، لانه رفع الطاقة الانتاجية دائما وابدا محدود في الزمان، وبالتالي لابد من إعادة النظر. وربما الفكرة نتاع أنه سوناطراك يتم ترحيل الأرباح لسوناطراك بما يؤدي إلى تجديد مثلا هياكلها وبعث أنشطة داخلها وغيرها، ربما هذه فكرة إيجابية يعني جاءت بها هذه السنة بالنسبة للحكومة صوب سوناطراك. إذا لابد من تفكير في أنه دائما وابدا تكون عندي قدرة إنتاجية عالية. على ذكر القدرة الإنتاجية دكتور أحمد أنت ذكرتني، لأنه إيطاليا وإسبانيا في الأسابيع الأخيرة تضغطان كثيرا على الجزائر من أن تفي بما طبقته أو ما كتبته في العقود من أجل تزويد هاتين الدولتين بما يكفي من الغاز.
بالنسبة لإسبانيا أعتقد الأمر عادي من خلال ميدغاز وكذا، للأسف الشديد تم غلق الأنبوب الثاني الذي يمر بالمغرب، أنبوب المغرب العربي. بالنسبة لإيطاليا الأنبوب اللي هو مار على تونس، يعني أعتقد أنه ما زال لحد ساعة يستوعب قدرة كبيرة، لحد ساعة رو يتم تغطيته من بالنصف تقريبا أو أزيد بقليل، يعني في حدود 50-55%، وبالتالي 45% إلى 50% يمكن استغلالها إذا ما استطعنا أن نرفع من قدرتنا الإنتاجية، وبالتالي نزيد من حجم إنتاجنا المتوفر باش نعوض على الأقل جزء من غاز الروسي إذا حدثت صدمة اللي هي مستهدفة وقد لا تحدث، لأنه أعتقد أنه لا روسيا في صالحها أنها توقف الغاز والبترول، نعم. ولا الغرب الآخر المقابل لها في حاجة إلى توقيف إمدادات الغاز والبترول من لدني روسيا. نعم. وخلال الاجتماع الأخير لدول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على أنه لا يمكن إيقاف استيراد النفط والغاز من روسيا لأن لذلك تداعيات خطيرة على أوروبا، وبالتالي تبقى الأمور كما هي عليه. سأعود لك دكتور أحمد. سيد عبد الله، سيد كمال، أعود لك من جديد بخصوص هذه الإيرادات العائدات النفط، كما ترى أنها صارت كثيرة جدا بالنسبة للخزينة الجزائرية اليوم، لكن السؤال الذي يطرح من جديد خاصة أنه الآن النفط الخام تجاوزت 130 دولار للبرميل الواحد منذ 7 مارس الحالي، وهي نسبة مسجلة أعلى وبلغت الأعلى منذ سنة 2008. السؤال المطروح من قبل الخبراء والسياسيين في الجزائر يقول لك يا ترى هل السلطات الجزائرية لديها رؤية، لديها استراتيجية في استثمار هذه المبالغ الكبيرة التي دخلت الخزينة جراء ارتفاع أسعار النفط، أم أنه سيحدث لنا ما حدث من قبل وبعد ذلك صرنا نبكي على هذه 1000 مليار التي ذهبت سدى؟ هكذا يتساءل كثير من الناس في الشارع الجزائري اليوم. طبعا الكلام عن هذا الموضوع يتوقف على مدى استمرار هذه الحرب، يعني لأن هناك الآن مفاوضات واتصالات وكذا، وحتى عجز بوتين عن دخول كييف يعني عاصمة أوكرانيا. أيوة. يعني الأمر هذا يتوقف على مدى يعني استمرار الحرب، لأنه حقيقة سعر البرميل لا مثل 140 دولار، يعني تقريبا 139، لكنه تراجع البارح كان 112-113، يعني هناك تراجع. ولكن الإشكال بالنسبة للجزائر، أولا عدم استطاعة الجزائر عن تصدير يعني بطاقة أكبر مما تستطيع الآن، لأنه ليس هناك تجديد للهياكل ولوسائل سوناطراك. يعني الجزائر شحال تصدر البترول؟ يعني 950 ألف برميل يوميا، يعني أكبر شيء إذا زادت الأوفاف يعني في بالنسبة للدول، يعني نسبة الجزائر قد تصل إلى 1,000,000 برميل يوميا، وهذا قليل، لأنه حتى لا ننسى الاستهلاك الداخلي الآن، يعني الاستهلاك موارد الطاقة وموارد الغاز يعني تجاوزت النصف. يعني الآن نحن نستهلك من المفروض يعني احتياطي الأجيال، لم تستثمر أموال في تجديد يعني كما تفضل الأستاذ طرطار قبل، يعني لأن سوناطراك لا يمكن أن تبقى سنوات هكذا تتآكل، يعني هو التاجر إذا كان ما استثمرش لا يمكن أن يدخل. لكن الإشكال الآخر هو في صرف هذه الأموال، لأن نحن لا ننتج أي شيء. الإشكال ليس في القمح فقط، هناك بالنسبة للقمح، للذرة، للزيت، للسكر، وغلاء الأسعار تاع النقل، وحتى أزمة الكوفيد، يعني قبل الكثير من المواد تضاعفت أسعارها بسبب يعني أزمة كوفيد 19. يعني هناك مشكل كبير بالنسبة لأسعار النقل، أسعار تغذية الأنعام، البيزيطاش، يعني قطع الغيار، يعني نحن لا ننتج أي شيء. يعني أعتقد أنه هذا يعني كثير من الخبراء كانوا يقولوا أنه حتى ب100 دولار للبرميل لا يكفي الجزائر لكي تنطلق اقتصاديا وتستعيد يعني انطلاقة الاقتصادية. نعم، قال ذلك رئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور، قال انطلاقة حقيقية للاقتصاد الجزائري
أكثر من 140 للبرميل الواحد، 140 دولار للبرميل الواحد. وهناك إجماع من قبل الكثير من الخبراء داخلين وخارجين أنه لابد من استثمار هذه الأموال التي دخلت الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة في مشاريع جديدة، أو الاهتمام بهذه المليارات البيضاء إلى أيام سوداء، إن حدثت هذه الأيام السوداء يقصدون الأزمات حتى لا تتأثر كثيرا، بمعنى مزيد من الدروس، مزيد من العبر، مزيد من العظات مما حدث في السنوات السابقة. نأتي الآن إلى محور الحقوق والحريات. سيد عبد الله، أعود لك من جديد. سيد عبد الله هبول، المحامي ورجل القانون وعضو هيئة الدفاع عن معتقلين وحراك، أفتح معك ملف السجناء المضربين. اليوم بلغوا يومهم 44. نسجل أيضا هذا النداء الذي كانت وراءه ميشيل باشلي مفوضة حقوق الإنسان، التي طلبت من السلطات مزيد من احترام لهذه الحريات وحقوق المدنية وإعطاء الحقوق للجمعيات وما إلى ذلك، بالإضافة إلى نشاط الخبراء الأمميين الحقوقيين من أجل حث السلطات على العودة للمجال الديمقراطي وإعطاء كل ذي حق حقه، خاصة في النشاط الحقوقي. أستاذ عثمان، فعلا الوضع في الحقوقي وفي مجال الحريات العامة بالنسبة للجزائر منذ وصول تبون إلى السلطة هو في تراجع، وتراجع كبير جدا. المخطط الأول وهو الذي كان يهدف إلى القضاء على الحراك، ومن بين الأدوات التي استعملها النظام والوسائل هي القمع على نطاق واسع. وهنا لازم نشير إلى أمر مهم جدا، أنه سلسلة تعديل على قانون العقوبات اللي تمت عن طريق أمريات رئاسية، وكذلك إدراج الكثير من المواد العقابية وعلى رأسها المادة 87 مكرر من قانون العقوبات اللي تجعل من المطالبة بتغيير نظام الحكم بمثابة عمل إرهابي، وهذه ما حدثت في حتى دولة. وكذلك الشيء اللي حدث أيضا وهو تغيير قانون العقوبات بإدراج عقوبة 30 سنة سجنا في الجرائم بمجرد خطاب أو كلام القاه رئيس الدولة في مجلس الوزراء، ومباشرة لسرعت الحكومة إلى إعداد القانون وتمر عن طريق البرلمان. هذا أمر خطير وخطير جدا للوضع الحقوقي والمسألة المتعلقة بالمتابعة القضايا المعتقلي الرأي ومعتقلين السياسيين لحد الآن تراوح مكانها. عملية الحملة القمعية وأيضا والتضييقات لا تزال مستمرة بدليل العدد الكبير المرتفع من سجناء الرأي، وكذلك التهم الموجهة إليهم رغم المول الإضراب عن الطعام لشنو الكثير من هؤلاء السجناء، وكالمطالبة المنظمات الحقوقية سواء على الصعيد الداخلي والدولي، وأيضا المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة للسلطات الجزائرية لمراجعة موقفها وتليين طريقة التعامل. لكن يبدو لي لحد الآن سياسة القبضة الحديدية هي التي لا تزال مستمرة، بنلاحظ أن الاعتقالات ما تزال موجودة، والنشطاء لا زالوا يسجنون بمجرد تدوينات وبمجرد آرائهم وبمجرد التعبير على أفكارهم على الوضع العام لتعيش البلاد. هذا الشيء اللي راه يحدث لا تدل على الإطلاق بأن الجزائر رانا في دولة قانون أو في احترام للحريات
كما يدعي الخطاب الرسمي. طيب ماذا عن هذه الجلسات بخصوص حقوق الإنسان المنعقد في جنيف؟ هناك برمجة لملفات الجزائر، كيف ترى هذا التحضير لمناقشة الملف الجزائري من جديد؟ وفي الوقت نفسه هناك من يسأل أن السلطة لا تبالي بهذه البيانات وهذه النصوص التي تصدرها هذه المنظمات الحقوقية الأممية الدولية، آخرها ما كنت أحدثك عنه عن باشلي اللي هي مفوضة حقوق الإنسان، تكلمت أو وجهت خطابها للسلطات الجزائرية، وحتى تبون في آخر خرجة له مع الصحافة قال أنه أنا أحترم منظمة الأمنيستي. كيف تحترم منظمة الأمنيستي وأنت ترمي بقراراتها وبياناتها عرض الحائط؟ شخصيا لا أعتقد أن الجزائر أو النظام الجزائري من مصلحته أن يعطي صورة سيئة أو صورة غير مشرفة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما لأنه الأزمة اللي عاشتها الجزائر في فترة التسعينات. النظام الجزائري وحتى وإن كانت الممارسات على أرض الواقع هي ممارسات قمعية وممارسة معادية للحرية، إلا أنه يسعى دائما أن يكون ويحرص على أن يتم تسويق هذه الممارسات وكأنها في إطار تطبيق القانون وفرض احترام النظام، وأن الأطراف الأخرى أو الآخرين هم المخطئون وليست السلطة الجزائرية هي المخطئة. الوضع الحالي أو الظروف الحالية لا سيما منذ سنة 2020-2021 الظرف الحالي يختلف، والأزمة الحقوقية التي تعيشها الجزائر كبيرة جدا، وأن المعطيات عليها متوفرة، لأنه الشيء اللي يحدث حاليا أنه كل الاعتقالات تكتب في وسائل التواصل الاجتماعي، أيضا هناك مناشدات للهيئات والمنظمات الدولية للتدخل، وذلك في إطار التزامات الجزائر المتضمنة في المصادقة على أو الموافقة على المعاهدات والصكوك الدولية المتعلقة بحرية وحقوق الإنسان، ولا سيما أن الدستور الجديد متاع 2020 أنه ينص صراحة على أن الجزائر تتوافق وتنضم للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نعم، وكذلك إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وهو كذلك. شكرا أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله هبول المحامي والقاضي السابق عضو هيئة الدفاع عن معتقل الحراك، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. شوقي، ماذا يمكن أن نضيف لهذا الملف الساخن الشائك رغم هذا اليوم 44 من هذا الإضراب، لكن السلطة بدا للجميع أنها لا تبالي بهؤلاء الذين هم يصرون على إتمام إضرابهم، بالإضافة إلى هذه البيانات الصادرة عن منظمات حقوقية دولية آخرها مفوضة حقوق الإنسان باشلي، التي ناشدت السلطات رفع اليد والرقابة المشددة على هؤلاء المدنيين، لكن مع ذلك مثل ما يبدو للجميع أن السلطات بالتعبير الدارج السوري تحديدا مطنشة تطنيش، بمعنى أذن سمعت وأذن لا تسمع. لا، هذا هو بالضبط. السلطة ليس لا تبالي، ولكن السلطة في الجزائر تحاول يعني أنها تغطي هذه الأمور وكأنها يعني تخفي هذه الأمور عوض أنها تعالجها أو أن تقع أو على الأقل أن يكون رد. أنا دائما في قضية الأمم في قضية الأمم المتحدة وما قالته رئيسة تشيلي السابقة، والله لا يحضرني اسمها، اللي هي اليوم مفوضة حقوق الإنسان، ميشيل باشلي، اسمها ميشيل باشلي، وكانت رئيسة تشيلي زمان، كانت رئيسة تشيلي، نعم، أيوة. فدائما نقول بأن النظام في هذا الأمر عاجز، يعني لا يستطيع رد على الأمم المتحدة، أصلا الرئيس المعين هو صاحب مقولته دائما نذكر بها، السمع والطاعة للأمم المتحدة، فبطبيعة الحال ليس له أي شرعية للرد على هذا الكلام على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، بالإضافة إلى أننا رأينا كيف أنه قنوات النظام وإعلام النظام أراد أنه يخفي تصريح لنائبة وزير الخارجية الأمريكي، هذه المسمات ويندي شيرمان، التي كانت في زيارة إلى الجزائر وتكلمت عن وضع حقوق الإنسان، يعني ونادت يعني السلطات بأنها إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان، وشفنا كيف أنه النظام والإعلام العمومي والإعلام الخاص يعني حجبوا هذا الجانب من تصريحاتها، حتى ربما بين قوسين
شكلا يعني بان نشوفوا النظام هذا ربما الى اين وصل صوره الجزائر. هذه ويندي شرما اللي هي ليست الا نائبه وزير الخارجيه، لما ذهبت الى تركيا استقبلها نائب وزير الخارجيه التركي، لما ذهبت الى المملكه المغربيه استقبلها وزير الخارجيه المغربي، لما جاءت الى الجزائر استقبلها الرئيس ووزير الخارجيه. يعني رغم انه ليس ضروري يعني انه لما تكون في علاقات دبلوماسيه انه تكون معامله بالمثل يعني، او على الاقل يعني يكون وزير الخارجيه مقابل نائبه وزير خارجيه تاع دوله عظمى بحجم الولايات المتحده الامريكيه. ولكن اكيد بانه ليس رئيس، يعني هذا الرئيس صار يستقبل نواب وزراء الخارجيه، صار يستقبل رئيس تاع نادي رياضي، صار يستقبل المسؤول على مسجد باريس. يعني صرنا لا نفهم يعني الحجم تاع الجزائر هذه دوليا، وكانه النظام هذا صار يلهث ويجري وراء يعني اي فقط مجرد صوره بانه هناك ناس من الخارج وهناك قوى عظمى ترسل يعني مبعوثيها بالجزائر. صار وكانه شيء عظيم انه تاثير سيره الخارجيه يعني الى الجزائر، وهذا هو ما يجعلهم عاجزين عن الرد يعني الى حد الساعه، سواء ما قالته ميشيل باشلي، سواء ما قالته ويندي شيرمان نائبه وزير الخارجيه الامريكيه عن وضع الحقوق في الجزائر، لم يكن هناك اي رد او اي توضيح من السلطه، رغم انه من قبل كانوا يعني نوعا ما على الاقل شكليا يقول لك هذه مؤامرات وغير ذلك. اليوم يعني عاجزين على الرد لانه وضعيه النظام دوليا هي وضعيه سيئه جدا. ودائما نقول بانه هذا الوضع الحقوقي، فقط انهي بهذا الوضع الحقوقي، هذا المشكل فيه انه لما تكون انت لا تحترم حقوق الانسان، هذه الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية تستغل هذا لابتزازك، تستغل هذا لابتزاز الجزائر. يعني تصريح ويندي شيرمان هذه ليس تصريح اعتباطي فقط أو حبا من الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائريين وفي حقوق الإنسان، هذا من أجل استغلال هذا الملف للضغط في قضايا تقوية أو في قضايا أمنية أو في قضايا أخرى على النظام الجزائري، لأنه يجعلك عرضة للابتزاز من هذه القوى العظمى التي تستغل هذه الملفات. وهذا من حقها بطبيعة الحال لما تكون أنت ضعيف، ولما تكون أنت يعني هش، ولما تكون جبهتك الداخلية ضعيف. من حق هذه الدول لمصالح شعوبها أنها تستغل هشاشتك وضعفك. نعم، وهو كذلك على ذكر ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي، وكالة الأنباء صادرت ما قالته ضيفة الجزائر الأمريكية، فقد تطرقت لأنه قالت أنه بعد اللقاء بتبون اتفقنا على أن نعمق التعاون في ميدان الاقتصاد، في التقنيات الحديثة، الطاقات النظيفة، تكلمت عن هذا، عن البيئة، وأهملوا ما قالته ويندي شيرمان عن حقوق الإنسان. هي قالت أنه نحن طلبنا من السلطات الجزائرية مراعاة واحترام حقوق الإنسان، فتح مجال الحريات على مصراعيها، خصوصا حرية التعبير وما إلى ذلك. لكن للأسف وكالة الأنباء الجزائرية اهتمت بمجالات أخرى، وهذا المجال الذي يدور حول حقوق الإنسان لم تتكلم عنه. أستاذ كمال، باختصار قبل أن نذهب إلى محور الجبهة الاجتماعية، أنتم في الجبهة الإسلامية للإنقاذ تعتبرون أنفسكم ضحية للاستبداد، لهذا النظام الشمولي، لأنه مازال يفرض، مازال يقوم بممارسات يصفها كثيرون بأنها تندرج في إطار انتهاك حقوق الإنسان؟ نعم، وهذا على كل حال يعني واضح يعني منذ بداية التعددية، لأنه الجبهة الإسلامية للإنقاذ كما يعلم الجميع يعني فازت في انتخابات نظمها النظام في ذلك الوقت بقوانينه التي سنها، فازت في انتخابات محلية والتشريعية، ثم كانت العقوبة بعد ذلك عقوبة للشعب الجزائري بصفة عامة، لأن الشعب هو الذي دفع الثمن بصفة عامة، وتأخرت الجزائر ودمرت وترزعت بعقود إلى الوراء، ولازالت الآثار إلى اليوم، لازالت الآثار ذلك الدمار إلى اليوم. واسمح لي أفتح قوس فقط، الشيخ علي بالحاج في هذا الأسبوع كان يريد أن يزور ويقدم العزاء في وفاة أحد الإخوة الذين توفوا يوم الثلاثاء الماضي في باب الواد. هذا الأخ الذي توفي اسمه محمد دوار، عليه رحمة الله، نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يتغمده برحمته ومن يجعله من أهل الجنة. هذا محمد دوار سمي على عمه محمد دوار الذي هو أول مترشح في حزب الشعب الجزائري سنة 1939 وفاز بذلك المقعد، وبعد فوزه أخذته فرنسا إلى رجان أولا ثم سجن في لومبيز حتى توفي سنة 1943. هذا الأخ سمي على عمه الشهيد وهو كذلك ابن شهيد يعني، ونال الأذى وأخذ إلى رجان في 92. الشاهد يعني فقط قلت يعني منع من حضور الجنازة ومن حضور الجنازة والعزاء، فلازالت الآثار، لأن تذكرتني الأستاذ عثمان أن الآثار لازالت إلى اليوم، لكن مع الأسف الشباب الآن يعبر يعني هو يعبر فقط سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو يكتب أو يعبر عن رأيه، وهذه الآراء هي في الحقيقة في صالح الوطن وفي صالح البلد، لأنه يتكلم عن الفساد وعن النهب وعلى يعبر عن رأيه، لأنه لهذا الآراء لو أخذ بها لما وصلنا إلى هذا الحال في الجانب الاقتصادي وفي هذا الحرب التي نتكلم عنها في أوكرانيا، لكان وضعنا الزراعي ووضعنا الصناعي ووضعنا السياسي ووضعنا في كثير من الأمور كان أحسن وأفضل. ولهذا مع الأسف يعني هذا الكلام، حتى في عهد بوتفليقة كان هناك الانتقادات وكان هناك التعبير عن الآراء وحتى شتم لبوتفليقة، ولكن كانت هناك شيء من يعني غض الطرف عن هذا التعبير عن الآراء وما إلى ذلك، ولم يكن عدد المساجين بهذا العدد الكبير وهذا الإضراب عن الطعام الذي وصل إلى 44 يوما. ولكن مع الأسف النظام اختار طريقه بسياسة معينة وبانتخابات يعني دار فيها مجالس ودار فيها رجال يعني كانوا في النظام سابقا ولازالت يعني في نفس دار لقمان على حالها بنفس الوجوه بنفس سياسة الهروب إلى الأمام عفوا، سياسة ما أريكم إلا ما أرى، وهذه في الحقيقة لا تؤدي بالبلاد إلى الخير ولا يعني ستؤدي بنا إلى الكوارث التي سيدفع ثمنها الشعب الجزائري، وهو يدفع إلى الآن، لأن نشوف هذا الغلاء وهذا الوضع يعني الوضع الخطير المتردي، ومنها يعني شفنا الهروب تاع ذاك الشاب أيمن إلى من قسنطينة إلى باريس يعني، وهذا في الحقيقة لو كان في دول أخرى تفتح له مناقشات وتفتح يعني لوضع اليد على الجرح حتى نجد الحل لهذه الوضعية التي وصلنا إليها. وهو كذلك أستاذ كمال، شكرا جزيلا لك. كمال قمازي أحد قيادي الجبهة الإجتماعية إنقاذ، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نمضي الآن إلى محور الجبهة الإجتماعية أو غليان الجبهة الإجتماعية. بدأ العد التنازلي لشهر رمضان المبارك، وهو وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني يكشف أن دعم الدولة المقدم لإنتاج الحليب الطازج محليا تجاوزت قيمته 8 مليار دينار جزائري، مشيرا إلى أن القطاع يعمل على تعزيز استثمارات في مادة الحليب من خلال توفير العقار الفلاحي وتطوير الإنتاج المحلي للأعلاف الموجهة لتغذية الأنعام وتربية الأبقار. الوزير أكد أن الدعم يتضمن الإعانات الموجهة لمربي الأبقار الحلوب ب 12 دينار جزائري للتر الواحد، جامع الحليب 5 دينار جزائري للتر، ثم الملبنات 4 دينار جزائري للتر، إضافة لما سماه الوزير تحفيزات لمربي الأبقار بينها 60 ألف دينار جزائري عن كل ولادة جديدة، وضمان تغطية بيطرية وتلقيح مجاني ضد الحمى القلعية. أما عن إجراء استيراد البقر الحلوب فقد قال الوزير أن ذلك سيشجع الإنتاج المحلي للحليب وتقليص فاتورة استيراد غبرة الحليب التي بلغت أزيد من 800 مليون دولار سنويا. منتقد السلطة يتحدثون عن غياب رؤية واضحة أو استراتيجية يمكن الاعتماد عليها للتخلص من استيراد غبرة الحليب أو البطاطا، وبالتالي فأخطاء حكومة المخلوع الراحل بوتفليقة تتكرر من جديد، إذ أن السلطات رفعت التجميد عن قرار وقف الاستيراد الذي كانت قد أعلنته قبل عام. أما عن الأسعار المرتفعة لمختلف المواد الأولية فيظهر أن السلطات قد فشلت بل عجزت عن السيطرة على الأسواق
رغم لجوئها لتشريع نصوص قانونية ردعية لمعاقبة محتكرين ومخزنين لمختلف السلع، وبذلك اختار الطريق الاستيراد من جديد بدون دراسة عميقة للنتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق عبر ولايات الوطن. دكتور أحمد، أعود لك من جديد. على صعيد هذه الجبهة يصفها كثيرون بأنها تشهد غليانا كبيرا مع بدء العد التنازلي لشهر رمضان الذي سنستقبله في الأسبوع الأول من الشهر المقبل. بخصوص هذه القرارات، هذه القرارات كانت مجمدة، لكن هذه السلطة التنفيذية من جديد تعود إليها من أجل تطبيقها، حديث عن استيراد كمية كبيرة من البطاطا لكسر السعر خاصة مع حلول رمضان، ثم هذه الغبرة، غبرة الحليب. صراحة اندهشت لما عرفت أن الرقم بلغ 800 مليون دولار، 800 مليون دولار سنويا تدفعه الجزائر لهذه الدولة تستورد منها غبرة الحليب، خصوصا فرنسا. رغم أنه هذه القرارات إذا تذكر أثناء الحملة الانتخابية في ديسمبر 2019 تبون قال أبدا لا يمكن أن نعود للاستيراد مثل هذه الأمور، بل شجعوا حتى من يصدر البطاطا من الواد وأضرار ومناطق أخرى، ها نحن نعود من جديد لاستيراد البطاطا. للأسف الشديد هذا واقع الحال، واقع الحال لأنه ما هوش مبني على استراتيجية واستشراف سابق. للأسف لما يتم الحديث على الاكتفاء ذاتيا من المنتجات الفلاحية خاصة البطاطا والحليب، لابد أن توفر الشروط الكفيلة بهذا الأمر، واللي من بينها هو تدعيم المزارع، إيجاد المخازن الكافية لتثليج البطاطا وغيرها، كذلك بالنسبة للحليب الرقابة يعني الشديدة على استخدام بودرة حليب وعدم يعني ذهابها لصناعات أخرى غير إنتاج الحليب وغيره. وهذه كلها في الحقيقة أعتقد الحكومة يعني رغم أنها باشرت أكثر من سنة ونصف وهي تحارب في هذا الأمر، لكن هناك لا محالة أستاذ عثمان، هناك لوبيات صعبة، وهذه اللوبيات يجب أن يتصدى لها العام والخاص، أن يتصدى لها الحاكم والمحكوم، وعندئذ فيمكن تقليل من تأثيراتها للأسف الشديد. ثم أنه ما زال لحد الساعة إشكالية المستوردين، من هم المستوردون الذين أطاحوا بتبون لما ترأس الوزارة الأولى في سنة يعني في سنة ما، هم أولئك الموردون الذين لا زالوا لحد الساعة يسيطرون على التجارة الخارجية، وبالتالي تقنين التجارة الخارجية ما زال لحد الساعة في تلكؤ مستمر، وهذا ما أدى إلى أن اللجوء مجددا بالنسبة للأشياء اللي هي تعتبر قوت المواطن الجزائري خاصة الحليب والبطاطا. ولكن هناك لجان دكتور أحمد، يعني الشارع يتساءل، أليست السلطة هي من كلفت لجان منبثقة من البرلمان للبحث عن أسباب ودوافع هذا الغلاء الفاحش لأسعار كثير من المواد الأولية والغذائية، زيت الحليب وما إلى ذلك؟ وبعد 10 أيام عادت هذه اللجنة ولم تؤخذ نتائجها بالاعتبار، مباشرة توجهوا الاستيراد. لماذا لا ينظرون في نتائج هذه اللجان؟ هي لجان لجان يعني نقدر نقول اطلاع أكثر منها لجان تحقيق، لأن لجنة التحقيق البرلمانية لابد أن تعطي الميكانيزمات اللازمة، الميكانيزمات اللي كانت سابقة موجودة في برلمان 97 وفي برلمان 2002، واللي فعلا يعني حلت كثير المشاكل لما اطلعت بهكذا لجان تحقيق. الآن هي لجان معاينة وليست لجان تحقيق، واختيارات نتاع مجموعة ولايات وكذا. معليش، إشكالية الحليب قائمة، لماذا تقوم إشكالية الحليب؟ الملاب الموجودة تقريبا في كل ولاية ملبنة وأكثر، واستيراد الحليب البودرة موجود، لماذا لا يتم مثلا السيطرة على توزيع الحليب؟ إنتاج وتوزيع الحليب خاصة الحليب نتاع المعدومين، حليب يعني ل 25 دينار 30 دينار هذا أصبح غير موجود، حتى إن وجد فهو يخضع لتدافع ثم فجأة يختفي وغيره. نفس الشيء بالنسبة للبطاطا، لو كانت هناك سياسة رشيدة وكان هناك تخزين ولم مثلا وأعطانا نوع من التشجيع للفلاح خاصة في المناطق الصحراوية وفي مناطق صعيدة اللي هي تبون نفسه يعني دكتور أحمد، تبون نفسه قال لا يمكن أن تتجاوز أسعار البطاطا 60 دينارا، يعني 6000
الآن أكثر من 10,000. وفعلا يعني لما تم يعني تدخل الحكومة وحاولت أنها ترشدها في حدود 50 دينار، لكن للأسف الشديد وقع نوع من يعني حكومة هزمتها البطاطا. نعم للأسف الشديد وقع نوع من الاحتكار، وهذا الاحتكار بعد ساعة لم تفك الغاز، يعني هناك احتكار غير مفكك الغاز، لما تفكك الغاز ينتهي الاحتكار، ومن خلاله تنتهي يعني لوبيات الاستيراد، لأنه حتى لوبيات الاستيراد عندها دور هنا أستاذ في توزيع المنتجات المحلية وعدم قدرة المواطن على توزيع المحلية، ثم أنه ما زالت الحدود أيضا تستنزف كثير من منتجاتنا للأسف الشديد، وبالتالي ما كانش هناك يعني رقابة لصيقة للمنتوج الوطني أنه يوزع أولا في الداخل، مثل حالة الزيت، مثل ما شفنا حالات مختلفة في بعض الدول الشقيقة ولا الدول الصديقة المتاخمة لحدودنا سواء في الجنوب ولا في غيره. هذه كلها في الحقيقة هي تعبر عن قدرة الدولة على التعاطي مع المشكلات المستجدة. شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور. دكتور أحمد طرطار الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد كنت معنا من التبسة، شكرا جزيلا لك. من البطاطا والحديث عن الحليب إلى مشاكل الخطوط الجوية الجزائرية، لاير الجيري. شوقي في محورنا الأخير ما وصف بالأزمة، الأزمة المستمرة للخطوط الجوية الجزائرية لير الجيري التي لديها من المكاتب مئات، لا أقول عشرات مئات المكاتب على مستوى العالم، والأسعار ما تزال في السماء مرتفعة، أبناء الجالية الجزائرية يشتكون. في الأخير هناك ندوة نظمت، المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية بدد كل هذه الشكاوى، قال أبدا لم تصلني مثل هذه الشكاوى، ولا إيميلات ولا رسائل ولا احتجاجات ولا شيء. بعد ذلك قارن شركة الأر الجيري مع شركات أخرى وقال كل الأمور ماشية، وإذا كانت هناك مشاكل نحن سنحلها مع الأيام القليلة المقبلة. فماذا يمكن أن نعلق عما يجري في الأر الجيري؟ مدير هذه الشركة اللي هي الخطوط الجوية الجزائرية يعطي وكأنه تعريف المسؤول الناجح في الجزائر بالنسبة للنظام، لأنه المسؤول الناجح اليوم في الجزائر هو الشخص الذي يعطي واقعا موازي يعني مخالف للواقع. شفنا مثلا في ندوة صحفية كانت يعني إحدى السائلات تقول له بأنه سعر تذكرة اشترته ب 1400 يورو، لا قالها هذا مستحيل، وسأل يعني شخص كان حاضر من الشركة يعني يقول له بأنه السعر الأقصى هو 950 يورو، يعني وكأنه هذه لنفي للواقع، رغم أنه نعرفه خصوصا في السنتين الأخيرتين الأسعار يعني في كثير من الأحيان المواطنين يشترون تذاكر تتجاوز، لابد من الحديث على المشكل الهيكلي في هذه الشركة. تعرف بأن شركة الخطوط الجوية الجزائرية فيها ما يتخطى 11,000 موظف، لما تأخذ مثلا الجيران في تونس في الخطوط الجوية التونسية والمغرب الملكية المغربية بنفس العدد من الطائرات عندهم في حدود 3500 عامل، وتم تقليل هذا العدد، هذا راني نتكلم لك على 2019 يعني منذ أزمة الكوفيد تم تسريح بعض العمال وتم تقليل عدد العمال. يعني أنه لو هذا المشكل كله لماذا؟ لأنه هذه الشركة توظيف فيها وهذا منذ سنوات ليس على أساس الحاجة، بل هو على أساس شراء الولاءات، يعني مثلا مسؤول محلي أبناؤه يتم توظيفهم في هذه الشركة، شخص وزير، أبناء وزراء، أبناء جنرالات، أبناء، يعني أنه المنصب في هذه الشركة صار مكافأة على الولاء للنظام، وهو يعني سوء التسيير مستمر. شوقي حسب ما أفهم سوء التسيير مستمر رغم هذه الشكاوى رغم الوعود. في الأخير سمعنا أن قرار إقالة وزير النقل اللي قال لأنه ارتكب خطأ فادحا، لحد ساعة الجزائريون لا يعرفون ما هو هذا الخطأ الفادح الذي أدى إلى إقالته. أنا قلت مئات المكاتب فيه تقليص في الأشهر الأخيرة، صار نقدر نقول الآن بالعشرات من المكاتب الآن على مستوى العالم، ولكن لحد ساعة تبقى هذه الخدمات رديئة. شكاوى بالجملة لأبناء الجالية الجزائرية على الأسعار المختلفة اللي هي يقولوا أنها باهظة،
مرتفعة جدا، لا يمكن لأسرة تقيم في بريطانيا أو فرنسا أن تزور الجزائر، خاصة إذا كانت أسرة كاملة بالأولاد والوالدين، صعب جدا أنهم يشتروا تذاكر لزيارة الجزائر. ولكن من يشتكي السعتمان لابد أنه يفهم، هم الناس يشتكيوا من الخطوط الجوية الجزائرية. الحقيقة هذه شركة تبع النظام، الحقيقة هم يدفعون. لابد الأشخاص اللي يتساءل يقول لك كيف أنا ندفع تذكرة فيها بألف وألف ومئة يورو؟ أنت تدفع رواتب أبناء الجنرالات وأبناء الوزراء وأبناء هذو الناس اللي في النظام الذين وظفوا أشخاص، يعني وكاين حتى مناصب وهمية، يعني أشخاص لا يعملون ويترقوا رواتب من الخطوط الجوية الجزائرية. حتى أنت تقول لي بأنه كانت وعود وغير ذلك، الوعود لا تكفي في كل المواضيع في الجزائر. لابد من أرقام، لابد من تقول لي بأنك سيتم تخفيف عدد الموظفين في الخطوط الجوية الجزائرية برقم 6000 أو 7000 شخص. هذاك الوقت ممكن نتحدث على تغييرات ستحدث، لكن بما بالمعطيات الموجودة اليوم هذه فقط شعارات، وهذه تصريحات تطلق يعني هباء. يعني وشفنا حتى وزير النقل يقول لك بأن وزير الوقل خطأ فادح. ما هو الخطأ الفادح؟ إذا كان قضية الطفل المراهق اللي الحمد لله أنه وصل بالسلامة، يعني هذا ليس خطأ فادح. لا تمت إقالته قبل حادثة الطفل. الإقالة حدثت قبل أن نسمع عن هذا الطفل، ولهذا لا أحد اليوم يدري ما هو هذا الخطأ الفادح. يعني هذه قضية مرتبطة بالدولة. المواطن الجزائري عنده الحق في أنه يعرف خطأ فادح، يعني أنه ارتكب خطأ كبير يضر بالدولة الجزائرية. ما هو هذا الخطأ؟ إحنا كمواطنين جزائريين، المواطنين كلهم عندهم الحق اليوم يعرفوا هذا، ولن يعرفون ذلك لأنه هذه هي طبيعة النظام السياسي. طيب نأتي إلى الطفل، أنت أشرت إلى هذا الطفل، ما هي أبعاد ودلالات هذه المغامرة التي قام بها هذا الطفل؟ يقولون أنه من شلغوم العيد، الطفل أيمن ذو 16 عاما من عمره بلغ مطار أورلي باريس وكان متخفيا في جناح الطائرة، يعني بهذه المغامرة وصل سالما الحمد لله، لكن هناك تساؤلات عميقة ظهر أنه فيه تحقيق فتح لمعرفة خبايا ما حدث. والله هو أولا حتى نبعد الجانب الإنساني، يعني كل الجزائريين فرحوا بوصول هذا الطفل سالما معافى، هذا الهارب من جحيم الجزائر الجديدة كالآلاف الذين يهربون سنويا. ولكن تخيل معي فقط لو كان هذا الطفل لم يكن طفلا وكان شخص يحمل متفجرات وضع هذه المتفجرات في الطائرة، إلا أن هذا النظام السياسي اللي يقول لك باللي إحنا أقوياء وإحنا في الأمن تحكمنا في كل شيء وغير ذلك، أنتم تتابعوا في ناس يقول لك دولة مدنية ماشي عسكرية في مواقع التواصل الاجتماعي، ويجي طفل في مطار قسنطينة اللي هي عاصمة الشرق الجزائري يركب في طائرة دون دفع ثمن التذكرة. يعني ربما هنا نتفقوا مع يعني مدير الخطوط الجوية الجزائرية بأنه صحيح الأسعار يعني ربما يعني منخفضة لأنه هذا الطفل يدفع شيئا، ولكنه كيف هذا الطفل ركب في الطائرة؟ كيف أنه تجاوز؟ تعرف أنت مطار قسنطينة لما تطلع عندك الشرطة، عندك الجمارك، عندك تفتيش لما تركب في الحافلة تكون متجه للركوب في الطائرة. كيف هذا الطفل تجاوز كل هذه الحواجز الأمنية وتقولوا على نفسكم قوة ضاربة وتقولوا على نفسكم قوة إقليمية وأنتم لم تستطيعوا عاجزون على تأمين طائرة يعني في 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 مطار دولي اللي هو مطار قسنطينة؟ ولا قدر الله لو كان هذا الطفل، هذه تعرف لو كنا في دولة عدل وقانون لكانت تسقط حكومات وربما لكانت تسقط النظام بأكمله، لأنه من غير المعقول بأنه هذه مش قضية تعاقب عليها مسؤول أو مسؤول مطار أو غير ذلك. هذه كارثة تمس بأمن الجزائريين، لأنه كل هذو الركاب اللي في الطائرة حياتهم كانت معرضة للخطر، يعني ربما أكثر من 200 راكب يعني تعرضت حياتهم للخطر، ليس من الطفل بطبيعة الحال، لكن لو كان ما كان الطفل يعني أنه إرهابي من الممكن أنه يتسلل بكل سهولة إلى مطارات الجزائر ويركب في طائرة ويحط معها المتفجرات ويفجر الطائرة والأجهزة الأمنية هذه. الحمد لله أنه لم يكن إرهابيا، ولكن في حد ذاته كثيرون يتساءلون عن الأسباب والدوافع التي
جعلت هذا الطفل الذي لا يتجاوز عمره 16 عاما يقوم بهذه المغامرة الجريئة جدا، تعد على رؤوس الأصابع هذه المغامرات عالميا، والحمد لله كتبت له السلامة ووصل. لكن تبقى الأسئلة مطروحة فعلا، لماذا يفر أبناء الجزائر من بلدهم خاصة أن هذا في عمره 16 عاما؟ هذا هو السؤال. أشكرك يا شوقي، شكرا جزيلا لك، وشكرنا طبعا لباقي ضيوفنا الكرام. تلتقونا بعد دقائق زميلنا رشيد لتلقي ما ترونه مناسبا لإثراء النقاش حول محاور الليلة. شكرا جزيلا لكم.